لقطة يا جماعة سريعة بالنسبة للفرق ما بين الذكر والنتاية. في ناس كتير بتسألني لسه على القناة الفرق ما بين الذكر والنتاية في اليمام. دول جوز يمام اهم. تبصوا امسك كده واحد التليفون. شايفين لون العقداء؟ في ناس كتير بتسألني. طبعا اللي بيتفلفظ عاوز يطير ده هو الذكر. لون الذكر الأقدام في الذكر بتكون لونها أحمر غامق والنتاية بيكون لونها أحمر فاتح. شايفين الفرق؟ واضح واضح واضح. في حاجات تانية بقى ممكن نعرف إن النتاية ما بنحسس عليها من هنا، بنلاقي رص غويطة على هيئة سبعة فاتحة، دي سبعة كده طوالي. الذكر راسه بتبقى مبططة ما بيبقاش فيها السبعة دي. لو حسسنا في الحوض فتحة الحوض عند الذكر ما بين العظمتين بيكون ضيق، لأن البيضة ما بتنزلش، ما فيش بيضة أصلا، ده ذكر، ذكر ما بيبيضش. والنتاية بيبقى فتحة بين فتحة بين العظمتين بتاعة الحوض بتبقى واسعة علشان بتبيض. غير بقى إن الذكر نلاقي صدره بيرصف، وصدره تلاقيه إيه فيه فيه لون كده اللي هو اللهم صل على النبي، زي لون الوان الطيف كده بتبقى في صدره، باينه في صدره. النتايه بتموت ولا ايه؟ النتايه دي واكله كتير وما شربتش ميه، فالحصله بتاعتها عايزه تشرب بس شويه ميه. يبقى ده الفرق ما بين الذكر والنتايه في الطيور. معظم الطيور بتكون كده، ولكن الحمام واليمام بالذات بتبقى واضحه يعني. اه الفرق.